بعض الشباب اللي بيقول لك الشغل صعب بتركيا، يعني هي انا بعتبرها حجة للتنبلي، لانه باسطنبول بشكل عام لو فتحت بسطة بتشتغل، لانه اسطنبول هي ام الشغل. يعني عبد العزيز النجار من حمص، مهنتي الخياطة، عمري 23 سنة. جيت أنا تقريبا ب 2014. أنا في الصبح الساعة تقريبا 8:30، أيام 9 حسب، بعمل فنجان القهوة، بشرب فنجان القهوة، بصحصح شوي، تقريبا ربع ساعة لنص ساعة، بعدين ببلش شغلي. عندي تصاليح مثلا هو الأول، لأنه التصاليح هذا بشكل يومي، أما التواصل بشكل أسبوعي أو أيام متعددة. يعني اشتغلت بمعامل عرايسي، اشتغلت بمعامل برادي، يعني تميت هون شي سنة ونص اشتغل بالخياطة، بعدين انتقلت من الخياطة لمعمل حديد. كان الشغل كتير صعب شوي بالألفين، يعني بنص 2015 اشتغلت بمحل الخاص، فتحت محل صغير، حبيت رديت ارجع لمصلحة الخياطة والتواصل بيتوتة. يعني هلا هدول يعني كلهم رسماتي الحمد لله. هي عبارة عن فستان بيجي من هون مثل مفتوح، له موديل هيك حفر ياقفي بسموها الاتراك، او ياء السبعة نحن اللي بنسميها. يعني هي مهنة عن حب اشتغلت فيها بسوريا، يعني انا عم بطمح لكون لسه اسمي اكبر من هيك، وكون ب يعني من المصنفين بتصميم الازياء ان شاء الله عز وجل. مصلحة حلوة فيها تحدي. بعض الشباب اللي بيقول لك الشغل صعب بتركيا، يعني هي انا بعتبرها حجه للتنبلي، لانه باسطنبول بشكل عام لو فتحت بسطه بتشتغل، لانه اسطنبول هي ام الشغل. يعني بدها تعب، يعني نصيحتي للشباب تعب لك هالخمس سنين، بعد خمس سنين بترتاح.